في حدث غريب شوي، رجع اسم سارة إبراهيم متصدر للترند من أمس. واللي ما يعرف موضوعها باختصار، سارة إبراهيم كانت أكبر كذبة في عالم السوشيال ميديا في السعودية. يعني الناس تكذب وين راحت وين جت، لكن إنسان حقيقي كبرى يطلع كذبة؟ هذه غريبة شوي. سارة إبراهيم باختصار الحساب اللي أشغل الناس من 2013 إلى 2015 على أساس أنه حساب لمريضة سرطان سعودية، ولقى الحساب دعم كبير من كثير من الحسابات المعروفة على تويتر، لدرجة أنه بعض الأشخاص اعتمر عنها، حتى القنوات التلفزيونية استضافتها لا وردت عليهم باتصال. الزبدة وزي ما قالوا الأولين، حبل الكذب قصير. بعد مدة انكشف الموضوع وطلعت حقيقة الصور أنها في الأصل لبنت أمريكية اسمها إيسمي، تعاني من سرطان يعرف بالساركوما العظمية، ولا في أحد اسمه سارة إبراهيم ولا شيء. والناس من البارح تسأل وش اللي رجع سارة إبراهيم للترند؟ وش اللي رجعها ترند؟ أنا أقول لكم السبب هو أنه البنت الحقيقية إيسمي شاركت بفيسبوك صور لتخرجها من الثانوية، وهذه الصور وصلت لتويتر وبس. ربعنا ما يحتاج، أخذوها فرصة يفتحون صندوق الذكريات مع الموضوع اللي أنا تحديداً أسميه أكبر مقلب في تاريخ تويتر في السعودية.